ملتقى البحرين للحوار في 3 و4 من نوفمبر المقبل. تنطلق في العاصمة البحرينية المنامة أعمال ملتقى البحرين للحوار برعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وبحضور كل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين وقداسة البابا فرانسيس باب الكنيسة الكاثوليكية. ينعقد الملتقى تحت عنوان الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني، ويشارك فيه عدد كبير من رموز الأديان في العالم ونخبة من كبار المفكرين والإعلاميين. ينظمه مجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. يناقش الملتقى موضوعات في غاية الأهمية في عصرنا الحالي، لعل من أبرزها دور زعماء وقادة الأديان في معالجة تحديات العصر مثل التغير المناخي وأزمة الغذاء العالمي، بالإضافة إلى النموذج البحريني في التعايش السلمي، ودور وثيقة الأخوة الإنسانية التي انطلقت من العاصمة أبوظبي عام 2019 في تعزيز قيم الحوار والسلام العالمي.